إن تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني هو الشبكة العالمية المشتركة بين الوكالات التي تعمل على تعزيز حماية الأطفال ومعافاتهم في البيئات الإنسانية، وهو الجهة الراعية للمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني. وهذه المعايير هي التي تحدد المبادئ والإجراءات الرئيسية والتوجيهات التي تضمن جودة العمل والمساءلة في أنشطة حماية الأطفال في السياقات الإنسانية. وقد ساهم في صياغة هذه المعايير 85 وكالة من أكثر من 80 دولة. وفي هذا الفيديو سوف نبين كيف يمكن تكييف هذه المعايير مع السياق. سنوضح ما نقصده بعبارة تكييف المعايير مع السياق، ومتى ينبغي القيام بذلك، ولماذا يعتبر ذلك مهما. المقصود بالتكييف مع السياق هو عملية تكييف المعايير العالمية مع واقع سير الأمور في سياقكم أنتم. وهذه العملية يجب أن تقودها مجموعات التنسيق بين الوكالات، ويجب أن تضم مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية. وإذا ما تم تكييف المعايير الدنيا مع السياق تكييفا صحيحا، فسيساعد ذلك في بناء فريق محكم من ممارسي حماية الطفل وصانعي السياسات، والذين سيكون لديهم لغة مشتركة وفهم مشترك لكيفية حماية جميع الأطفال المتأثرين بالأزمة. وسيساعد تكييف المعايير أيضا في وضع خطوات متفق عليها لتحقيق ذلك. وفي حين لا تتغير صياغة نص المعيار ذاته عند تكييفه مع السياق، تشجعكم مجموعة عمل المعايير الدنيا لحماية الطفل العالمية على مراجعة بقية النص وتعديله. مثلا يمكنكم اختيار المؤشرات المهمة لبرامجكم وتحديد أهداف واقعية لتحقيقها، وقد ترغبون في تحديد مجموعة معينة من السكان الذين تقلقون لأمرهم، وستزيد هذه الأنواع من الخطوات من صلة المعايير الدنيا بواقع سياقكم، وستزيد من إمكانية استخدامها. وخلال السنوات الماضية اتبعت مجموعات التنسيق مقاربات مختلفة لتكييف المعايير مع السياق، وذلك بحسب ظروفها وقدراتها. فمثلا قامت بعض مجموعات التنسيق بتكييف المعايير تكييفا خاطفا، وذلك لأنها تعرضت لأزمة مفاجئة أو كانت تتوقع حدوث أزمة وشيكة في غضون أيام. وفي هذا النوع من التكييف تلتقي ما بين 4 إلى 8 منظمات لحماية الطفل، غالبا عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، لمناقشة معيارين أو 3 معايير مهمة للواقع الجديد. وبعدها تقوم مجموعة المنظمات هذه بمراجعة تدابير الاستعداد، ثم يتفقون على بعض الإجراءات الرئيسية من أقسام الوقاية والاستجابة، وربما يختارون معا أحد المؤشرات لقياس عملهم. وهذا ما قامت به مجموعة تنسيق حماية الطفل في فلسطين قبل سنوات قليلة، في حين قامت مجموعات تنسيق أخرى بتكييف المعايير تكييفا بسيطا يشمل 3 أو 4 معايير عبر سلسلة من الاجتماعات. وهنا يشارك جميع الأعضاء في نقاشات تعالج تكييف معيار ما أو جزء منه، ثم يتم تكليف شخص واحد بوضع اللمسات الأخيرة على النص بناء على تلك المناقشة، ثم يوافق فريق التنسيق على النص المنقح. وغالبا ما تختار الجهات الفاعلة في سياق التنمية نهج التكييف البسيط مع السياق كأحد إجراءات الاستعداد لاستكمال خطط العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال. Adapting community-level socio-ecological approaches and mental health CPMS standard to our context in Bangladesh help us think through how we will adapt our programming. It was really useful to focus on refugee setting, but also host community realities through the conceptualization process. أخيراً، يتم استخدام نهج التكييف متعدد الأوجه لتنظيم ورشة عمل واسعة النطاق مع مشاركين من مختلف فروع حماية الطفل والقطاعات الإنسانية الأخرى. وفي بعض الأحيان يتم عقد هذه الورشة على المستوى دون الوطني ثم المستوى الوطني. وفي هذه الورشة تتناول بعض مجموعات التنسيق تكييف جميع المعايير 28، بينما تتناول مجموعات أخرى عددا أقل.
ويتطلب هذا النهج مجموعة مشتركة بين الوكالات لتنظيمه، بالإضافة إلى دعم مخصص لوضع اللمسات الأخيرة على النص المعدل على مدى عدة أسابيع. ولا داعي للقلق، لأن عملية التكييف مع السياق تصبح أسهل وأسرع كلما قمت بها أكثر. We did our contextualization online through Zoom, and it was quite challenging. We needed a lot of facilitation for the first standard in order to understand the process. But as we started with the second standard, we felt much more at ease and comfortable with the process. مهما كانت مقاربتكم لتكييف المعايير، قوموا بإشراك الحكومة واطلبوا مصادقتها على الوثيقة النهائية. إذا لم يكن أي من هذه الخيارات قابلاً للتنفيذ في الوقت الحالي في سياقكم، أو إذا كان لديكم أساساً إجراءات عمل قياسية مفصلة تكمل المعايير الدنيا لحماية الطفل، فعندها من المقبول تماماً استخدام المعايير العالمية تماماً كما هي ودون تكييف. وبغض النظر عن النهج الذي اتبعتموه في التكييف، تذكروا دائماً أن الهدف من تكييف المعايير مع السياق هو استخدامها، ويمكن استخدامها لتعزيز القدرات والرصد والتقييم وتطوير خطة الاستجابة الإنسانية أو خطة الاستجابة للاجئين أو النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية ومنح التمويل وما إلى ذلك. للحصول على مساعدة إضافية في تكييف المعايير الدنيا مع السياق الخاص بكم، يرجى الرجوع إلى أداة تكييف المعايير مع السياق في مجموعة أدوات تطبيق المعايير الدنيا لحماية الطفل، أو إلى دليل كيف تقوم بتكييف المعايير الأكثر تفصيلاً. ولا تتردد في التواصل معنا في مجموعة عمل المعايير الدنيا لحماية الطفل.